من مظاهرة سلمية فيما اعتقد بأنه ربيع سوريا إلى حرب دموية ليست سورية صرفة. كيف كانت البداية؟ أعلن انشقاقي عن الجيش. تحولت الثورة الشعبية إلى العمل المسلح مع بدء انشقاق ضباط وأفراد بالجيش النظامي احتجاجا على قمع المظاهرات. انطلقت بتأسيس لواء الضباط الأحرار في يونيو 2011 من قبل المقدم حسين هرموش. بعد شهر شكل العقيد رياض الأسعد الجيش السوري الحر، ووعد السوريين بالتعاون معهم من أجل إسقاط النظام. تولى بعدها تشكيل كتائب وألوية وتوافد المسلحين الأجانب على سوريا. تغيرت كثيرا أسماء وتوجهات الفصائل المقاتلة وأيضا الاندماجات. أبرز الفصائل السورية الموجودة على الساحة الآن هي الجيش الأول، تشكل مؤخرا في درعا والقنيطرة من تحالف أكبر فصائل مقاتلة، منها فرقة الحمزة وجبهة ثوار سوريا في المنطقة الجنوبية والفوج الأول مدفعية. حركة حزم لديها وحدات تعمل في كل أنحاء سوريا، وتشكلت بعد اندماج 21 مجموعة قتالية مسلحة. جبهة ثوار سوريا تضم وفق بعض التقديرات نحو 35 ألف مقاتل، تقهقرت في جبل الزاوية بعد معارك مع جبهة النصرة، ولكنها ما تزال قائمة في جنوب سوريا وفي حلب وريفها. الجبهة الإسلامية هي اندماج فصائل وألوية إسلامية سورية، بينها جيش الإسلام وحركة أحرار الشام ولواء صقور الشام. الجبهة الشامية تشكلت أخيرا في جبهات حلب، وتضم الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وحركة نور الدين الزنكي وجبهة الأصالة والتنمية وتجمع فاستقم كما أمرت. أما الحركات التي توصف ترة بالجهادية وترة أخرى بالمتطرفة فقد تشكلت أساسا من مسلحين أجانب قدموا إلى سوريا. جبهة النصرة لأهل الشام هي من أبرز الجماعات السلفية الجهادية. لا يعرف عدد مسلحيها بالضبط، ولكن تقدرهم بعض المصادر ما بين 5 إلى 7 آلاف. أغلب قياداتها من الخارج، تتمركز في حلب ودير الزور، وموجودة أيضا في ضواحي دمشق وحمص ودرعا والقلمون. في ديسمبر 2012 أدرجت واشنطن جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. في نيسان 2013 أعلنت بيعتها لزعيم القاعدة أيمن الظواهري. الدولة الإسلامية في العراق والشام أعلن عن وجودها رسميا في سوريا في أغسطس 2013، معظم مقاتليها من الأجانب، وهي أكثر الفصائل تشددا وتخوض معارك ضد فصائل المعارضة السورية الأخرى، وقتلت عددا من قياداتها. مقرها الرئيسي في الرقة التي سيطرت عليها بعد طرد الجيش الحر منها. تستمد قوتها على الأرض من خبرة المسلحين في العراق والشيشان وأفغانستان وغيرها من المناطق، وبفضل التمويلات التي تحصل عليها من عدة جهات. عدم توحد الصفوف ما يعرف بالمعارضة المسلحة المعتدلة وقوة المعارضة المتشددة سببان كافيان لاستمرار الصراع ولإراقة مزيد من الدماء. وسط غياب قيادة سياسية قوية تخرج سوريا من جحيم الحرب. سوريا إلى حرب دموية ليست سورية صرفة. كيف كانت البداية؟ أعلن انشقاقي عن الجيش. تحولت الثورة الشعبية إلى العمل المسلح مع بدء انشقاق ضباط وأفراد بالجيش النظامي احتجاجا على قمع المظاهرات. انطلقت بتأسيس لواء الضباط الأحرار في يونيو 2011 من قبل المقدم حسين هرموش. بعد شهر شكل العقيد رياض الأسعد الجيش السوري الحر، ووعد السوريين بالتعاون معهم من أجل إسقاط النظام. تولى بعدها تشكيل كتائب وألوية وتوافد المسلحين الأجانب على سوريا. تغيرت كثيرا أسماء وتوجهات الفصائل المقاتلة وأيضا الاندماجات. أبرز الفصائل السورية الموجودة على الساحة الآن هي الجيش الأول، تشكل مؤخرا في درعا والقنيطرة من تحالف أكبر فصائل مقاتلة، منها فرقة الحمزة وجبهة ثوار سوريا في المنطقة الجنوبية والفوج الأول مدفعية. حركة حزم لديها وحدات تعمل في كل أنحاء سوريا، وتشكلت بعد اندماج 21 مجموعة قتالية مسلحة. جبهة ثوار سوريا تضم وفق بعض التقديرات نحو 35 ألف مقاتل، تقهقرت في جبل الزاوية بعد معارك مع جبهة النصرة، ولكنها ما تزال قائمة في جنوب سوريا وفي حلب وريفها. الجبهة الإسلامية هي اندماج فصائل وألوية إسلامية سورية، بينها جيش الإسلام وحركة أحرار الشام ولواء صقور الشام. الجبهة الشامية